احنا بنشكر سيادة الرئيس على الدعم التام للصناعة المصرية ومحاولات الجادة للنهوض بالصناعة، لكن مصر في احتياجات لصناعات معينة. الصناعات دي بتحتاج حوافز استثمارية ودعم وخلافه، فالمطلوب من الحكومة انها تركز على الصناعات الاستراتيجية اللي مصر بتستورد السلع بتاعتها بكثافة، وتقدم ليها الحوافز الاستثمارية المناسبة اللي تخلي المستثمرين يجوا يشتغلوا في مصر. لحد اللحظة دي ده ما تمش، ومش هتيجي الصناعات دي مصر إلا لما يتم الموضوع. احنا الحمد لله بدأنا، عملنا صناعة مهمة في مصر، خدنا خطوة، الدولة عليها انها تقف معانا، تتكاتف معانا، نكون ايدنا في ايد بعض. احنا طريقنا واحد، هدفنا دعم الدولة، دعم الصناعة المصرية، دعم المستهلك، مش هدفنا ربحية كبيرة. بالعكس، احنا مقللين ربحيتنا بقدر الامكان علشان نعمل انتشار للمنتج المحلي، ومقدمين ضمان للاطار عشان ندي ثقة للمستهلك ان منتج بلده منتج كويس. فده كله بيستدعي ان الدولة تقدم حوافز، تقدم دعم، تقدم حماية للمنتج المحلي سواء في الاطارات او غير الاطارات. لحد اللحظة دي ده ما تمش لاغلب المنتجات. اول حاجه الاطار بتاعنا، لو الناس قلقانه من موضوع الجوده، احنا الاطار بتاعنا اخد حاصل على جميع الشهادات العالميه. اول حاجه المواصفات القياسيه المصريه، اخد موافقه شهاده المواصفات القياسيه المصريه، اخد الدي او تي هي موافقه وزاره المواصلات الامريكيه على دخول المنتج. وكل اطار بينزل السوق المحلي مدمغ برقم الدي او تي الامريكي، اخد الاي مارك الاوروبي. احنا عاملين جوده احسن من المستورد، احسن من اللي بيدخل مصر بمراحل كبيره. يعني احنا ما بنقولش اي كلام. وبالنسبه للسعر، احنا داعمين السعر، لا احنا داعمين السعر دعما للدوله. احنا دلوقتي الدوله في ظروف صعبه والناس في ظروف صعبه، هل من المنطقي ان احنا نرفع السعر ونغالي فيه فنقلل القوه الشرائيه للمستهلك؟ احنا بقدر الامكان بنقلل من ارباحنا علشان نزود القوه الشرائيه للمستهلك. تاني حاجه ودي اهم نقطه، ان احنا النهارده بنصنع جزء من الماده الخام، فتصنيع جزء من المادة الخام ده قلل التكلفة علينا. فبدل ما احنا تكون التكلفة مكسب لينا، احنا تنازلنا عن المكسب ده في مقابل دعم المنتج. حضرتك برضو يعني بالنسبة وكل بساطة، كل ما المنتج سعره هيزيد، او كل ما اي منتج، مش الاطارات بس، يعني كل ما المنتجات سعرها هتزيد، كل ما القوة الشرائية للمستهلك هتقل. الظروف صعبة على كل الناس، يعني النهاردة كل الناس ظروفها صعبة، الحاجة غالية جدا، الناس بتغالي بصراحة. احنا عايزين التجار المستوردين اللي بيغالي. احنا لما نزلنا قيمة الاسعار، على فكرة السعر اللي نازل على السعر ده هو مش سعر البيع للجملة، ده سعر البيع للمستهلك. يعني المستهلك لما يروح يشتري من تاجر ما يشتريش اكتر من السعر ده شامل القيمة المضافة. احنا منزلين قيمة السعر دي للمستهلك مش للجملة. فبالنسبة للتاجر او المستورد، يعني قلل هامش الربح شوية عشان الدنيا تمشي والمستهلك يقدر يشتغل ويجيب. الدنيا صعبه على الكل والناس ظروفها صعبه، ولازم الكل يراعي بعضه علشان العجله تدور والامور تمشي والكل يشتغل. لكن لو احنا غالينا هيحصل حاله عقود، حاله كساد، ده هيؤثر بالسلب على مصانع وعماله وقوه شرائيه واداره راس مال، كل حاجه هتتاثر. وهي دي مبادره جميله من حضرتك انك بتخفض في السعر علشان يبقى فيه شراء اكتر. والتخفيض في السعر، احنا بنخفض في السعر رقم واحد دعم للدوله، اتنين نشر للمنتج المحلي في مصر. ان احنا دلوقتي في حاله غلاء فظيع، فانت لما تخلي الاسعار كويسه او اسعار يعني معقوله، ده هيخلي الناس تقبل على المنتج. المنتج كمان ليه ضمان، احنا عاملين ضمان للمنتج سنه، فدي حاجه كويسه ان شاء الله. يعني ان شاء الله المنتج هيحوز اعجاب الناس بامر الله. يعني واحنا على فكره احنا شغالين بالطاقه الانتاجيه القصوى بتاعتنا، يعني حتى قبل موضوع السوشيال ميديا وقبل القصه اللي حصلت دي، احنا الحمد لله المصنع شغال بالطاقه الانتاجيه القصوى بتاعته، والانتاج بتاعنا بالكامل متباع يعني يمكن لاخر السنه الجايه. يعني بسم الله ما شاء الله. حضرتك كلمنا عن العماله، وكان فيها مثلا كان في مواجهه صعبه في ان انتوا بتدربوا العماله على يعني منتج جديد او صناعه جديده في بورسعيد. هي العماله كلها بالكامل، يعني سواء عماله او مهندسين او فنيين، كل الناس ما حدش يعرف يعني ايه طراء. فاحنا جبنا لهم خبراء اجانب من بره، هم اللي دربوا الفريق الصف الاول يعني الاول للعمل، وده كان حوالي 400 واحد.
ودلوقتي العمالة عندنا 1500 ويمكن بتزيد، ويمكن في شهر 4 كمان هتوصل ل 3000 عامل، اللي بيدربهم مصريين، اللي بيشغلهم مصريين. 90% من المصنع من أبناء محافظة بورسعيد، كان 100% من المصنع من أبناء محافظة بورسعيد، لكن لما توسعنا والعدد زاد قوي أصبح حوالي 90% من أبناء محافظة بورسعيد، والقوام الأساسي للمصنع من مهندسين وفنيين وإداريين وحسابات كلهم من أبناء المحافظة الحمد لله. وإحنا بنشجع ونتمنى إن أبناء المحافظة كلهم يكونوا شغالين يعني معنا في المصنع. يعني بصفتي من أبناء بورسعيد أنا بجد بقدم لحضرتك الشكر على الإنجاز اللي إحنا شفناه. بورسعيد فعلا تحولت من مدينة تجارية إلى مدينة صناعية، وبتشهد صناعات متميزة. يعني بجد ده يعني يرجع الفضل فيه لربنا سبحانه وتعالى، وبعدين اللي هو عادل، يعني اللي هو عادل باذل مجهود خرافي في المنطقة الصناعية سواء مع بيراميدز أو غير بيراميدز، فتح بابه لكل المصنعين، بيحاول بقدر الإمكان يحل المشاكل. محافظ بورسعيد اللي هو عادل غضبان، محافظ بورسعيد اللي هو عادل غضبان محافظ بورسعيد، يعني عامل بصراحة طفرة في المنطقة الصناعية.